في الوهلة الأولى تبدو أنهن ذاهبات في فسحة، لكن وبمجرد مرافقتهن نكتشف ديكورا يجمع بين الأصالة والعطاء. سنقضى عطيتي لسناك وما صيغ وسطا صغير سنتشرح سنتشرح كي صغير نادي جولاد وزين صغير 17 والله 17 ما ظنت السبح تجاتا 12 كنت سي 5 سن تمديت ضرب راسي تجاتا ظنت ضعم سنيا كل 20 سنة كي صغير فانوس فيش كي غيفو كتناوي على لاسوسياسيون تاع الدار الحورة أث الناوية لاسوسياسيون فرحة العربية أنو حث الناوية نوثني غيك سكل فنسوان شتاقي غيك توقع مني زنوزوين زنوزوين رما 60 70 وسكواس زنوزوين عرف برا زنوزوين ندير إلا لا كوموند ما رض زنزين نكوتي نزط كاين. تقديم الأفضل هو مسعاهن، مسعى يقابله بعض الصعوبات. ما بروبليم لاتوليا هادي هدور بوي غير اش قلنا غير دفكنا خان العاجم ام قران غنخدمك مع راه خاطر تسييد انت خصها ضوط خص انت الخاجة مغارين زيكي غي تلمين بين 35 حتى 40 مرأة يحافظوا على التقاليد والتراث نتاعنا في بلدية بوزقان بلوز اكزاكتومون في الدشرة تاع حورة وين يساهموا في التنمية المحلية للبرنوس. انا واش نقول لكم المشكل العويص لهذه النساء هو مكان شاسع ولا واسع وين يخدموا الخدمه نتاعهم باش يوصلوها التراب الجزائري ولما لا الى الخارج. تحد يسري في عروقهن نلمسه ايضا عند نساء اث هشام. انا بديت هذه الحرفه كي كنت صغيره 1979 كنت نسج في الدار ما كانش وين نبيع بزاف هاد الزرابي دوك لقيت جمعيه نقدر نبيعهم باهي يخرجوها لبرا. اكثر من 300 امراه ماكثه في البيت بهذه المنطقه تعمل من خلال تمثيل جمعوي او فردي تشارك في المجتمع من خلال ابراز موهبتها وايصال رساله المراه الريفيه التي لا تقهرها الظروف وتثبت وجودها في كل مناحي الحياه.